وفي ردود الأفعال حول جملة التغييرات بالمناصب، أصدر تحالف سائرون بيانا أكد فيه رفضه لتعيينات الدرجات الخاصة التي أعلن عنها مؤخرا. بيان للتحالف ذكر أنه تفاجأ بصدور قائمة التعيينات والتي غلب عليها الإطار الحزبي والسياسي، كما أنها تعني العودة إلى نفس الدائرة السابقة، مما يمثل نكوصا في المشروع الإصلاحي، مبينا رفضه الإجراءات غير النافعة والتي تتسبب ضررا كبيرا على العملية السياسية في وقت كان الجميع ينتظر من الحكومة تركيزها على نقاط أساسية مثل الانتخابات المبكرة وإعادة هيبة الدولة.